في ظل تزايد الطلب على الأقنعة الواقية بسبب انتشار فيروس كورونا، ابتكرت شركة يابانية كمامة ذكية تتصل بالإنترنت، وتخطط لطرحها للبيع شهر سبتمبر المقبل. وطورت شركة دونت روبوتكس اليابانية الناشئة كمامة يمكنها أن تعطي مرتديها تعليمات بشأن التباعد الاجتماعي الذي أصبح ضروريا من أجل تجنب الإصابة بمرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا. ومن مميزات الكمامة الذكية بحسب ما ذكرته الشركة، ترجمة اللغة اليابانية إلى 8 لغات: الإنجليزية، الصينية، الإسبانية، الفرنسية، الكورية، الفيتنامية، والإندونيسية، والتايلندية. أشتغل أنا على العربية لكن وتوضع الكمامة الذكية التي أطلق عليها اسم سي ماسك فوق الكمامة التقليدية. أعتقد هذه نقطة يعني شوية فيها يعني إحنا يلا متحملين الكمامة العادية فوق الكمامة الذكية، ولكنها تتصل بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث، حيث يمكنها تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإجراء المكالمات وحتى تضخيم صوت مرتديها. تعرف إيه؟ لأنه فعلاً لما منحط الماسك فعلاً صوت الواحد مكتوم تماماً، فيعني هي الآن صار سماعة ميكروفون. يعني إزعاج بشكل حقيقي حيكون. شوفي كمامة مثل كذا فعلاً إنه جت في مثل هذا الوقت السريع شيء ذكي طبعاً، وشيء ملفت إنه كورونا تحسين إنه يعني ما أمدى إنه يكون في وقت إنه يكون في اختراع مثل هذا. صحيح. وفي سبتمبر يعني ما بقولك شيء إنه ينزل على السوق، ولكن في نفس الوقت هذه المشاريع تخوف صراحة، ما تبشر بالخير. أنا هات سؤالي لأمتى؟ ليش لأمتى الكمامة؟ بالضبط، حنا نبغى يعني نسمع أخبار إنه ما عاد في كورونا، ما عاد في حاجة إلى كمامات، ولكن العكس إنه والله يعني في كمامة متطورة يا جماعة. ما نبغى من كمامة متطورة، ولكن فعلا ملفت اليوم إنه يعني هي كمامة بلاستيكية وذات لون أبيض. شوف المواصفات وسيتم طرح أول 5000 قطعة منها في الأسواق اليابانية في سبتمبر المقبل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للكمامة الذكية تايسوك أونو أن شركته تبحث بيع الكمامة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا أيضا، حيث تلقى اهتماما قويا على حد تعبيره، ويبلغ سعر الكمامة الذكية حوالي 40 دولارا أمريكيا. يعني مبلغ صراحة ما هو بكثير مقارنة بكل هذه الخدمات. تتكلمين على سماعة وميكروفون ولاسلكي وتواصل انترنت وبلوتوث مترجم يعني مترجم طبعا قبل كل شيء. بس انا سؤالي كيف المترجم يشتغل؟ انه هل مثلا الواحد على الموبايل؟ سؤال جميل. حيكون في تطبيق ايضا تشترينه من الابل ستور او يعني ايا كان، سواء اندرويد او ابل. واضح انه عندي ابل. واضح انه منحاز. فتشترينه طال عمرك وتوصلينه بال كانك شاري ساعة. توصلينها مع التطبيقات المختلفة بالجوال، وبالتالي التطبيق هذا من خلاله تختارين الترجمة اللي تبغينها. ولكن نؤكد هو من الياباني ل8 لغات أخرى. صحيح. أي لغة يعني من اللغات الأخرى أعتقد أنه كبداية اليوم صعب أنها تتوفر. صحيح. ولكن ليش لا أنه تتسع الموضوع صراحة لأشياء أكبر يعني. طبعاً صارت الكمامة إكسسوار أصلاً الناس عم تستخدمه، فأكيد بدهم يتطوروا فيه ويعملوا هاي التقنيات. يعني شفنا العديد من الناس بصراحة اللي استغلت هذا الموضوع بطريقة إيجابية، وصاروا يدوياً بالبيت يعملوا الكمامات ويبيعوها عبر الإنستغرام وغيره من مواقع التواصل. صحيح، صارت بزنس حقيقي. يعني أنا أمس كنت أتجول في واحدة من المجمعات التجارية، دخلت ماركة معروفة هوليستر، لقيت قسم خاص بالكمامات. فبالتالي فعلا صارت حتى ركن في المحل. يعني بتصاميم مختلفة من الماركات العالمية صارت تعمل الكمامات، منها أديداس، وسمعت انه سولد اوت يعني لفترة ضل انه ما في منه بالستوك، واسعاره مو قليلة مخلصة. يعني ايه تماما، هذا الملفت بالموضوع يعني. صارت الان صارت جزء من للاسف صارت جزء من الديكور وال للاسف يعني. صدقا وفعلا عم يتفننوا فيها، في ناس عم تكتب عليها عبارات مثلا، في ناس عليها اعلام بلدان وغيرها. لا واضح مطولين. هذا المؤسف بالموضوع، عم نحكي ونضحك ولكن في دمعه تنزلي.